السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بالجميع. كنرحب بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نحاولوا فيه خلال هذه الايام نعطيكم شويه ديال البتيفور ديال اللوز باذن الله، انواع مختلفه. غادي نصوبوا الكعبه الوزال. الكعبه هي الاولى اللي هي معروفه عند المغاربه ديالنا، كيحبوها ان شاء الله. كعب الغزال غادي نصوب واحد الكميه شويه كبيره. غادي ندير واحد كيلو 500 ديال اللوز، كيلو و 500 ديال اللوز. قسموا نتوما يعني الوصفه ديالكم على حساب العائله، على شحال بغيتوا، واش كيلو واش جوج واش، على حساب العائله ديالكم. يعني انا غادي ندير كيلو 500 ديال اللوز ان شاء الله. تقدروا تبداو من الباز ديال 500 غرام ديال اللوز. 500 غرام ديال اللوز تقدروا تصوبوا منها تعطيكم واحد كيلو ديال اللوز ان شاء الله. ديال كعب الغزال كيلو 500 ديال اللوز، 600 غرام ديال السكر سنيدة حبيبات، 150 غرام ديال الزبدة، وزبدة تكون زبدة الأكل. عندنا 120 غرام ديال الزهر، ماء الزهر. عندنا الفاني نديرو معلقة أو نصف ملعقة، إلا كان الفاني ديالكم بجد ما تكتروش بزاف، ما يجيش عامر بالفاني. عندنا 3 ديال صفر البيض، صفر البيض بوحدو ماشي بيض كامل، صفر البيض بوحدو إن شاء الله. وهنا عندنا تريمولين. تريمولين هو لاش، هاد التريمولين لاش كيصلح؟ هاد التريمولين كيصلح انه كيخلي لينا التيفور ديالنا رطبه، كتبقى مده طويله رطبه ما كتقصحش. يعني هو عباره عن سكر، عباره عن سكر، ماده سكريه هي اللي كتخلي لينا هاد لي بتيفور ديالنا رطبين. تريمولين كيتباع وبكميات اللي بغيتو عند صحاب الحلويات. قول لي غير عبر ليا واحد 100 غرام 200 غرام على حسب اللي بغيتي، وحتى عندك في الدار راه كيحطي غير في الثلاجه ديالك، راه كياخد وقت كثيره ان شاء الله، وكيرطب لك الحاجه اللي درتيه ليها كتكون رطبه. وكنديروا من واحد راس ملعقه تقريبا ديال التريمولي. غادي نشوفوا ان شاء الله. بالنسبه للحشوه ديال العجينه، عندنا 500 غرام ديال الدقيق و100 غرام ديال الزبده، عندنا واحد صفر ديال البيض، عندنا 40 غرام ديال ماء الزهر، ماء الزهر 40 غرام، قبسه ديال الملحه، عندنا تقريبا قبسه ديال الملحه، وعندنا 20 غرام ديال السكر، وعندنا شي ماء، شويه ديال الماء يكون بارد، الماء يكون بارد باش نعجنوا، ما نعجنوش بالماء سخون، وما نعجنوش يعني الماء سخون، إلا بغيتو يعني شي حاجه اود كلاس عاوتاني تزيدوا في المقومات ديال الكعبه ديالكم، تقدروا تعجنوه بلا كريم فريش او تعجنوه بالحليب الا بغيتو يكون بارد. اول حاجه غادي نديروها، كنعجنو دائما لاباط، كنديروها في شي سلوفان وندخلوها تبرد مزيان، عاد كنخدمو بها باش تجي مرتاحه. ملي نديرو الفورس كنضيفو عليه الزبده. ها هي هذه هي العجينه ديال كعب الغزال. صفر بيضه واحده، نديرو هاد شوية السكر، سكر شتو راه كيمياء بسيطة، ماء الزهر، الفاني، وغادي نجيب إن شاء الله غادي نجيب الماء البارد عندي في الثلاجة. الماء ديالي ها هو خرجتو من الثلاجة بارد على بركة الله. نعجن العجين ديالي. ندخلو شويه الماء بارد اللي عندي، هنا راه كنعجنو العجينه ديالنا، نعجنوها مزيان قبل تعجنوها بيديكم، كنعجنوها مليحه يعني خصها تعجن مزيان باش ما تبداش تقطع، لان الا ما عجناش بزاف تقدر تقطع لكم العجينه ديالنا، ما تجيش رطبه بزاف وما تجيش قاصحه. شوفوا معايا هذه هي لا تكستور ديال العجينه، كتكون شاده راسها باش ما عجنتوها مزيان باش ما كتجيكم زوينه ان شاء الله. كنديرها في شي حاجه وندخلها للثلاجه يعني تبرد هي باش غنخدم ان شاء الله الكعبه ديالي. ها هي هاد الكشحال عطاتني ديال الكميه ديال العجين، نعبروها نشوفوا نتاكدوا. هنا عطاتني 965 غرام ديال الكميه ديال العجينه. الا ضفتها الكميه اللي غادي تعطينا هنا غادي يعطيني واحد يعني كعب الغزال شويه كثير باذن الله. غادي نديرو ان شاء الله اللوز ديالنا باش نطحنوه،
غاديش نديرو خطره واحده، غادي نقسمو على جوج في المثال. ها هو درنا هذه الكميه، نزيدو شويه باش نقسمو على جوج المرات، وغادي نقسم السنيده ايضا على جوج المرات، ندير الزبده ايضا على جوج المرات، وندير الفاني. غادي ندير يعني تريمولين، تريمولين عبارة مادة سكرية اللي كترطب ان شاء الله. كندير واحد هكا واحد شوية، ماشي ملعقة كبيرة، غير يعني ملعقة صغيرة، ما تكونش عامرة بزاف. هنا ان شاء الله كنبداو نطحنوا كابلو زال ديالنا حتى كيطحن اللوز تقريبا مزيان، عاد كنضيفوا داك الصفر وكنضيفوا الزبده اللي غنضيفوا ان شاء الله شيئا فشيئا. هنا هرمشت شويه اللوز ديالي، هنا غادي نطحنوا نكمل لي طحين هنا في هذا الماشين، لان هذه كطحن مزيان، هذه كضرب الحاجه كتردها فعلا داك الشيء المستوى اللي بغيناها. ها هو غير بشويه عليكم حتى توجدوا اللوز ديالكم وتوجدوا كل شيء المسائل ديالكم. عاد دائما سدوا الماشين ديالكم قبل ما تبداوها، وملي تبداو ما تبداوش يعني بحال هاد الماشين اللي عندكم، ما ديروش ليها تشعلوها وتخليوها شاعله، دائما شعل وطفي. اللوز ديالنا ها هو طحن مزيان، كطحنوا مزيان يعني كيطحن. هاد الاله راه ما تحتاجوش حتى 3 دقائق طحنوا لكم، وغادي نعجنوا مازال بيديا ان شاء الله نكمل كاع الكميه. هنا كنخلطو مزيان باش ديك الزبده تدخل معاه، ونحيدو النقاط اللي بقاو بيضين ديالها ان شاء الله، كيجي زوين ان شاء الله. ها هو العجين ديالنا موجود، ندخلوه يبرد شويه. هنا غادي نبداو نكورو في الكعبه ديالنا، ما نديروهش كبار بزاف، ما نديروهمش صغار بزاف. هنا كنسرحو العجينة ديالنا، هي هادي العجينة كنبغيوها تكون رقيقة متكونش غليظة، لا باش تجي لكم الكعبة ديالكم زوينة، تبان طبلة في العجين، تبان العجينة ديالنا رقيقة، يعني إلا كانت غليظة غادي تكون هاديك لاكروت مزياناش. هانتوما شتوها كتبان فيها. كناخدو الكعبة ديالنا كنحطوها يعني كنطويوها بحال هكا، ونجرو هاد الجناب، نسدو هاد لاباط بحال هكا شتوه، وهنا كنبداو نصوبو فيها ان شاء الله بهاد الطريقة. كاين اللي كيديرها طويلة، كاين اللي كيديرها قصيرة على حسب الفورما اللي بغا هو. غادي نقطع من الجناب من هنا، ها هو. من الأحسن هادي ديالكم تكون زوينة باش تعطينا داك المنظر الزوين ان شاء الله. اللي بغى يديرها غليظه يديرها غليظه، اللي بغى يديرها رقيقه يديرها رقيقه، على هذا الشيء ان شاء الله. بغيتي تبوانتيو هاد البلايص بوانتيوهم مزيان. غنبان لكم هذا هو الكعب الغزال ديالنا، بعد ما صوبنا كيجي رائع وكيجي رطب. هنا كنديروا شويه ديال ناباج، وكنديروا هاد الفيتشينغ، كيجي يعني مختلف تماما على الكعب الغزال العادي اللي كنصوبو دائما، هذا مختلف عليه حتى من ناحيه لاباط. لاباط مزيانه، لاباط ديالو كتجي كروستيون وكيجي يعني في المذاق زوين ان شاء الله. نتمنى لكم اخواني اخواتي كل التوفيق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.